محبو المغامرات والرياضة الخفيفة جذبهم التجديف بالقوارب الصغيرة كهواية، ثم تطورت لتصبح رياضة تقام لها المنافسات والمسابقات ويطلق عليها الكانوي كاياك. القوارب البحرية تم استخدامها منذ آلاف السنين بأشكالها المختلفة ولأغراض كثيرة مثل التنقل ونقل الجيوش وأيضا للترفيه، وبعد ذلك تحولت من وسيلة من وسائل التنقل إلى رياضة لها شعبية، وتحديدا منذ القرن التاسع عشر. وبعدها بدأت محاولات تأسيس اتحاد دولي لها يشرف على تنظيمها كرياضة، ونجحت المحاولة في عام 1924. وبعد الحرب العالمية الثانية جرى به عدة تغييرات واستقر ليصبح تحت اسم الاتحاد الدولي للكانو. وتمارس هذه الرياضة مع نوعين من القوارب، سواء كانت كانو أو كاياك، وهما متشابهان ولكن مع استخدام تقنيات مختلفة. والكانوي هي نوع من أنواع التجديف، وفي بعض البلاد تعتبر الكانو رياضة منفصلة عن الكاياك، ولكن في الأولمبياد وأغلب البطولات الدولية تكون رياضة واحدة يندرج تحتها العديد من المنافسات المختلفة. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نسهل معاكم اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم من خلالها عن رياضه منبثقه الى حد كبير من رياضه التجديف. بنتكلم عن رياضه اسمها الكاياك. بالمناسبه هي لعبه مرحه جدا، ابتدت يعني في البدايه كمجرد لعبه مرحه لكنها تحولت الى رياضه، وكمان ابتدت يبقى فيها ابطال كما هو الحال مع ضيفنا النهارده هو كابتن مصطفى منصور، كابتن منتخب مصر السابق واول لاعب اولمبي في الكاياك. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. طيب وحاج طيب. صباح الخير. أهلا. عشرة الصبح في الأهلي. وأنا كنت بتكلم معاك قبل الهواء لأن أنا بعدي دايما من عند الكوبري ده كل يوم الصبح، فبلاقي ناس كتير جدا يعني اللي هي بمراكب التأديف. فإيه الفرق بين التأديف أصلا والكاياك يعني، برضو عشان أنت فاهم الفرق؟ طبعا ده انت سؤال تسألوني برضه. شوف يا ست الكل. بص حضرتك، ارتباط لعبة الكاياك دايما في مصر سبيشالي مصر عشان هي لعبة لسه ناس جديدة، مبقالناش حوالي غير 12 سنة تقريبا في مصر، فدايما كان اي حد يسالنا انت بتلعب بايه بقول له بضطر اقول له بلعب تاديف. بس انا في يعني هي اسمها كايك، بس هي اسمها كايك بس احنا كنا بنقول كده عشان ما حدش عارف اللعبه. طب كايك ده بلغه ايه؟ الكايك دي بلغه الناس الاسكيمو هم اللي اخترعوها. أوكي. او من باسكه من كلمه كانو. كانوا بيستخدموها عشان يتنقلوا في الجدول الصغيره بتاعه الانهار بتاعتهم. أوكي. بس لو رجعنا ورا خالص بقى، اول حد عمل الكاياك ده هو الفراعنه. يعني حضرتك لو رحت على الجدار الفرعونيه لان قبل ما مصر القديم يوصل ان هو يعمل مركب كبيره، مركب تاديف كبيره، مركب الشمس كده بالظبط. كان اول حاجه عملها خالص من جذوع الشجر هي مركب الكاياك والكانو. ودي موجوده على وليه المرجعيه مش لم تنسب للقدماء المصريين؟ عشان للاسف احنا حاليا مش دوله متقدمه قوي في الكاياك. يعني في دول غيرنا في اوروبا وفي امريكا في كندا اخذوا الرياضه دي بقت حاجه متطوره جدا عندهم، لدرجه ان دي الرياضه رقم واحد احيانا عندهم في البلد. احنا ابتدينا نرجع لها واحده واحده، واتمنى ان في يوم من الايام يبقى المرجع واضح للناس كلها ان هي دي لعبه فرعونيه. هي نفس المركب، نفس عدد المجاديف، يعني الفروقات على الاقل الشكليه في التجديف. الفروقات حاليا المركب الرياضي عامه دلوقتي الفرق بينه وبين التاديف، الكاياك فيه منه فردي زوجي رباعي بس ده ماكسيمم، هم اربع اشخاص. اربع يعني اشخاص بس في التاديف بيوصل لحد 8 افراد ومعاهم شخص ستروكر بيقعد قدامهم. أي. كمان المسافات بتاعت السباقات بتاعتنا اقل لان انا مقدافي اصغر من مقداف التاديف، فبالتالي محتاج مسافه اقل شويه، بلس ان انا بشتغل بمقداف واحد بتوع التاديف بيشتغلوا بمقدافين. هم مينلي انديورنس، هم عندهم مسافه واحده بس اللي هي ال 2000 متر ده السباق بتاعهم. احنا عندنا سبرنتس وعندنا ماراثون، احنا عندنا 200 متر 500 متر 1000 متر، في 5 كيلو، في ماراثون بيوصل لحد 70 كيلو كمان. انتوا فعلا بتتمرنوا هنا صح يا مصطفى؟ يعني بشوفكم فعلا يعني ده بيبقى انتوا انا بقالي 15 سنه باجي كل يوم الساعه 5 الصبح موجود هنا في النيل. طب اذا حس كده بقى احب اقول لك يعني تجدر الاشاره ان انا شخصيا نبرت عليكم قبل كده عشرات المرات واحنا قاعدين مثلا في الفاصل وبنبص ويبقى دايما الفيو حلو، وبالذات كمان فتره كانت فيها اجواء شتويه يعني حقيقي. الاجواء لونها السماء لونها جراي بس انتوا بتقطعوا برضه بتتمرنوا بالظبط يعني. بص حق قصه الشتاء احنا اتعودنا عليها لان الكاياك بالذات غير التاديف ما فيهوش بالانس خالص، فانا بقعد في اول 3 4 شهور من حياتي في الكاياك بقعد اتقلب بس، يعني باجي كل يوم عشان اتمرن اقعد اتقلب في الميه.
وكان حظي ان انا اتمرنت في الشتاء فكان خلاص يعني اتعودت على السقعة. بس ما فيهوش بالانس لطبيعه المركب اللي انتوا قاعدين عليه. اه عشان الريزستنس يبقى اقل عشان اقدر اعمل تايم احسن في السباقات بتاعتي. كل ما الريزستنس يزيد بالظبط. وبالنسبه للمناظر بتاعه النيل اللي حضرتك بتقول لنا عليها, عايز اقول لحضرتك في حاجات كتير جدا موجوده في النيل من تحت ما حدش يشوفها غير اللي بيمشي في الميه. المراكب اللي بتمشي او الناس شايفها من بره ما بيشوفش المناظر الحلوه دي سبيشلي في الشتاء عشان اللون الاخضر بيطلع قوي في الشتاء. اه طبعا بس طب يعني خلينا نعرف عنك اكتر. 73 ميداليه دوليه, 60 تقريبا محليه. بس. يعني برضو ما شاء الله. اه يعني بقى كبير جدا. بص حضرتك, انا الجيل بتاعي كان محظوظ شويه في تحقيق عدد الميداليات دي, لان احنا الاول بدايه السباقات بتاعتنا كانت محليه بس, كانت من ضمن سباقات التهديف. يعني سباق التهديف بيتلعب احنا بعديه سباق 70 كاياك, وكان عدد اللعيبه قليل جدا, فكنت بنزل كل الايفنتات فكنت بلم ميداليات كبيره بلغه الرياضه. ومن ناحيه بتلم والله بصلي اه يعني 73 ميداليه من هوادي بتقول دوليه و60 محليه. الدولي برضو كان ليا الحمد لله نصيب كويس فيه, عشان احنا من اوائل الناس اللي اشتركت في اول بطوله عربيه للكاياك, اوائل الناس اللي اشتركت في اول دوره العاب مثلا افريقيه او دوره العاب عربيه, وكان موجود فيها الكاياك. فكان برضو ما كانش فيه منتخب عدد كبير, ما كانش فيه عدد, كان فيه مساحه للظهور بالظبط كده والتالق. بس هل في وسط الميداليات الكتيره دي هل نقدر نقول ان في ميداليه معينه هي الاغلى من وجهه نظرك او الاصعب في الحصول عليها؟ طبعا, ودي محافظ عليها عندي في البيت, اهم حاجه عندي اللي هي كانت دوره الالعاب الافريقيه في مابوتو 2011, ودي اللي اهلتني للاولمبيكس. انا ما كنتش رايح اصلا متحط في دماغي ان انا اجيب ميداليه. كان يعني كان الموضوع صعب جدا, يعني كان شبه مستحيل بالنسبه لنا جدا. بس هو السنه بتاعه 2011 دي كنت حسيت ان في بريق كده بيحصل, في حاجه غريبه بتحصل. بس الحمد لله كنت خدت تصنيف عالمي في البطوله, في بطوله العالم في السنه دي, ورحت جبت الميداليه بتاعه الاولمبيكس دي بتاعه التاهيل بتاع الاولمبياد, وتأهلت للندن ساعتها الحمد لله. يعني معلش, هي ايه اكتر دولة كابتن مصطفى يعني في العالم يعني ناجحة او حاصلة على بطولات او مراكز في الكايت؟ من اقوى الدول دلوقتي كندا كندا. كندا بقى لها بتاع 30 او 40 سنة تقريبا هي متربعة يعني. بلس عشان عندهم انهار كتير, فده برضو عنصر مساعد. دي بنقطه. وتاني نقطه, هم عندهم بحيرات كتيره. ودي المايند سيت بتاعت الناس. يعني حضرتك لما تشوف كتير في النيل دلوقتي بقت ابتدت تخش الموضوع ده عندنا ريكريشنال كاياك. لو حد عايز يروح مع اهله, حد عايز يتفسح مع اصحابه, بينزل ياخد الكاياك الريكريشنال. فدي مايند سيت بتاعتهم, هم دايما الكاياك قصاد عينيهم لدرجه ان دي الرياضه رقم واحد عندهم. بس والدول اللي هي صربيا, روسيا, الجزء ده برضو دول جامدين جدا. دول جامدين جدا. طب احنا يعني كمصر بقى ناقصنا ايه عشان نبقى يعني بنعافر مع الجماعه المتقدمين في الرياضه دي, خصوصا احنا الاصل يعني بنتكلم من اصل, وخاصه ان احنا عندنا ميزه عنهم, هم عندهم الانهار في الشتاء بتجمد. نستغل احنا بقى خليكي واعيه بقى. فعلا طبعا يا كابتن مصطفى عشان الخطه دي ما تخرش شويه, هم يجمدوا هناك نقزح احنا في المره. بس كده. لا بص حضرتك, الموضوع مش كده قوي. احنا عندنا شويه صعوبات وعندنا في حاجات لسه ناقصانا. اللي ناقصنا الاويرنس بتاعت الشعب عامه ان دي لعبه محتاجه تشجيع, محتاجه دعم اعلامي, كل الباكج اللي بتبقى حوالين اللاعب. بلس ان نهر النيل مش مناسب قوي للطبيعه اللي انا بنزل بيها سباقات. انا اسمي فلات ووتر كاياك. ده هنا تقيل شويه الميه, مش تقيله بس في تيار. معنى كده ال 200 متر اللي هعملها هنا هعملها اسرع من ال 200 متر اللي هعملها في البحيره. بلس بقى زي ما بقول لحضرتك الاويرنس, بيعدي جنبي لانش يرخم عليا بموكته, ممكن يقلبني, ممكن تلاقي حد يحدف علينا حاجات من فوق الكباري. انت حلوه مع القلب واضح. يعني المعاناه هنا شويه موجوده لسه. لا هي كمان الثقافه في الغرب عموما وخصوصا في دول معينه في اوروبا عندهم بحيرات كتير وانهار كتير, وعندهم الثقافه دي ترفيهيا حتى بالزبط. بيمارسوها في الويك اندز, وتلاقي اللي عنده بيت بيطل على بحيره, متعنده مثلا مركب صغيره بياخد فيه اهل لبيته, يعني ده مش موجود عندنا الى حد كبير للاسف. مع ان المايند سيت بتاعت اللاعب نفسه, اللاعب المصري في كل الالعاب كويس, والتولز موجوده. يعني المراكب والمقاديف موجوده, احسن طرازات موجوده في مصر, والمدربين واللعيبه موجودين, فناقصنا الباكج بقى اللي حوالين. هي بتهيألي ممكن باي تايم. بس انا حسب ما يعني التايتل عندي, انت كنت المدير الفني السابق لمنتخب مصر, ودايما اي شخص بيكون لاعب سابق
بيوصل لمركز كمان قيادي بيبقى دايما عنده فكر مختلف نفسه ان هو يحققه كان وهو لاعب بيحاول مثلا، لكن لما توصل منصب قيادي انت بتبقى اكتر واحد عارف اللعبه فعلا كمان محتاجه ايه. فخلينا نفهم منك يعني برضه. بص الحمد لله ايام ما كنت بلعب كنت كابتن الفريق، وكان قعدنا فتره كبيره ما عندناش مدربين، فكنت انا من ضمن الناس اللي بتمرن اللعيبه وفي نفس الوقت انا الاب الروحي بتاعهم في الميه، عشان كده كانوا بيقولوا لي انت كابتن الفريق. بعد ما اعتزلت فعلا اتجهت ان انا امسك النادي المصري للتجديف الفريق التكتيك بتاعته، وكمان ان انا امرن المنتخب. كان عندي دايما حلم اللي هو احنا هنفضل امتى كدوله مصر مثلا في البطوله العربيه نجيب مركز ثالث او ثاني بس. انا نفسي اجيب يعني حاجه رغم كل الصعوبات دي كمان بنحصل على مركز ثاني وثالث، فيعني وبنجيب مركز اول كمان. طيب يعني احنا وصلنا نجيب مركز اول. البطولتين العربيتين اللي شاركت فيهم كمدير فني كان كل حلمي ان انا اكسر عدد الميداليات اللي انا كنت بجيبه ايام الفرقه بتاعتي، وفي نفس الوقت يبقى في عدد ميداليات ذهب اكتر. وده فعلا حصل في 2016 او 2017 في المغرب. جبت كان معايا 8 لعيبه بس، رحت بيهم المغرب الحمد لله جبنا 45 ميداليه كان فيهم حوالي 8 ميداليات ذهب. ده بالنسبه لي يعني العدد ممكن يبقى بالنسبه للناس ايه يعني جبت 8 ميداليات ذهب بس بالنسبه لنا ده كان انجاز لان عمرها ما حصلت. طبعا الصعوبات عندكم كمان كتير. بالظبط. بحر ابيض متوسط في ميرسن في تركيا الاخيره كان معايا لاعب واحد قدر يشارك في فاينل بي. فاينل بي ده يعني من احسن 18 لاعب على البطوله، عشان كل فاينل بيبقى فيه 9 لعيبه بس. ده برضو كان انجاز ما كانش حد قدر يعملها قبل كده. وستيب باي ستيب زي ما حضرتك قلتي اكيد هنوصل للمركز اول، اكيد هنوصل لفاينل ايه، اكيد الحاجات دي اكيد هنعملها ان شاء الله. ان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من الميداليات. لو خدتنا ونهواند مره معاك كده يعني حتى بره اطار التمرين هنوريك بقى مستوى جديد خالص من القلبات. ابداع. حددوا الميعاد. حاجه عمرك ما عدت عليك قبل كده. نورت الدنيا يا كابتن مصطفى وسعداء جدا بوجودك معانا. نورتنا. ميرسي جدا ليك. شكرا ليك كابتن جدا. هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم وهنتكلم بقى زي ما قلنا الفقره الاخيره على ملف كره القدم. في كلام كتير جدا اكيد عايزين نقوله كمان من المباراه او مباراه العوده او الاياب السبت الجاي باذن الله، يعني محتاجين فيها برضو كلام كتير، وباذن الله يعود الفريق يعني من جنوب افريقيا يعني محمل بنتيجه كمان كويسه جدا واداء يكون رائع جدا. فاصل ونرجع نكمل.